أكدت دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب يتوفر على خزان هام مدر للثروة ضمن رأسماله غير المادي، وذلك من خلال كافة مكونات المملكة التي تسمح لها بالانخراط الكلي في مسار الصعود المدمج والمستدام. الدراسة التي تحمل عنوان الرأسمال غير المادي عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف، والتي قدمت الأربعاء خلال اجتماع بمجلس المستشارين، أبرزت أن تثمين هذا الخزان سيساهم في تسريع وتيرة خلق الثروات وتحسين توزيعها لفائدة جميع المواطنين والجهات بالمغرب. هذه الدراسة أظهرت على أن المغرب له مقومات وقدرات كبيرة يمكن استثمارها من أجل تحقيق ما سميناه الصعود المجتمعي المنصف لضمان كرامة المواطنات والمواطنين، ولضمان كذلك تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين انطلاقا من 7 دعامات. هذه الدراسة التي أنجزت بتعاون مع بنك المغرب أفادت أيضا بأن قيمة الثروة الإجمالية للمغرب بالأسعار الجارية قد تجاوزت الضعف خلال الفترة ما بين سنتين 1999 و2013، مبرزة أن تحسين هذه الثروة مرده إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في مختلف المجالات خلال هذه الفترة. أهم ما كاين في هذه الدراسة هي أنها كتقترح مشروع جديد، مشروع الصعود، ما يسميه المجلس بالصعود المجتمعي المنصف، اللي فيه 7 دعامات رئيسية معززة بما يفوق 297 توصية، وهي كلها منصبة على البناء على ما حققته بلادنا من تراكمات في مختلف مجالات التنمية. الدراسة التي تم إنجازها طبقا للتوجيهات الملكية السامية تقترح مرجعية من أجل إدماج الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية بهدف تحسيس ومساعدة صناع القرار العموميين على التحديد بكيفية هيكلية لمكونات الرأسمال غير المادي التي يمكن أن تأخذها في عين الاعتبار السياسات المعتمدة.